هو هيكون زي كان فاكر زماني ان انا بهسده ولا حاجه. زماني ما كنت خلصت التصوير. وايه يا اسطى ده؟ انت رايح فين؟ ايه يا مامون؟ مامون البتاع فصل. انت ايه يا ابني؟ الو ايه ده؟ ايه ده؟ انا خدت باني اهو دفعه. ايه وربنا جالي رزقح ده زعيم هيما. انا خدت بان ده زعيم هو هيتصدم. طب شوفوا بان قد ايه. طيب ده احنا كحيانين. هات يا اسطى افتح الاكونت يا اسطى. الفكره ان مؤمن عمره ربنا ده اصلا دفعه كان ينفع اجيب الالت اف 10 منين يا دفعه؟ يا ابني انا بموت اصلا. انا بموت. انا ازاي خدت بان؟ انت بتهزر يا اسطى. انا يعني يا عم غلطان ان انا اديتك كنت. طب اتفرج اتفرج. طيب يا اسطى انت شايف تسعى لحاجه؟ اتفرج اتفرج عملت ايه انا؟ هو هيكون زي ما فاكر ان انا بهسده ولا حاجه. بص وايه يا اسطى ده؟ ايه ده؟ انت رايح فين؟ ايه يا مامون؟ مامون البتاع فصل. انت ايه يا ابني؟ الو ايه ده؟ ايه ده؟ انا خدت باني اهو دفعه. وربنا ما تهزرش يا اسطى. لازم يا عم تلعب بالكوين. السلام عليكم يا جدعان. ازيكم عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده في فيديو جديد. بس قبل اي كلام نصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام. فكره فيديو النهارده يا جدعان ان احنا جايين نبند اخونا زعيم. فيا جدعان انا جايب اخويا هيما علشان هو اللي عارف باسورد الموبايل بتاع زعيم. ايوه يا جدعان التليفون بتاعه. بصوا يا جدعان اهو هبابا اسرار. انت كان عندك اكونت متبند؟ معايا اكونت متبند 10 سنين فنفتحه على الموبايل بتاعه علشان اقول له ايه افتح موبايلك بربط الفيس. فيقوم جاي فاتح يا معلم الاكونت متبند 10 سنين. المفروض دلوقتي يا جدعان اللي هو نازل بيجيب حاجات من تحت ونصايه كده وهو جاي. سجلنا يا جدعان دلوقتي الاكونت. اه يلا متبند 10. بس بقى سيبه على كده سيبه على كده. فرجاله اقسم بالله المقلب ده هيبقى من اجمد المقالب اللي عملها في القناه. فيا جدعان قناه الواتس بقى تلاقوها تحت في الديسكربشن. خش بسرعه يا جدعان هناك في 3100 واحد داخل هناك. فانت رقم كام يا زميلي؟ خش تحت في الديسكريبشن هتلاقي قناه الواتساب علم. خش واعمل لفات كده على البوستات اللي احنا بننزلها اول باول. فرجاله سيبكم على الفيديو ومع المقلب الجامد ده. ولو عجبك المقلب لو عجبك المقلب ما تنساش اللايك. ها عشان في ناس كده في القناه ما بتعملش لايكات. ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه. يلا رجاله اسيبكم على الفيديو. سلام. ايه ده ما احنا كنا نازلين عليه والله. انا هنزل ناخد البكسكس. ايه ده احنا معانا رباف مدينه؟ لا يا جدع انا رنكد. ايه يا جدع انا بترول يا عم بترول. انا بترول عليكم. اللللللل. ايه ده ايه ده؟ اخوات الطيار ده انا طرت مرتين. ازاي ده يا اسطى؟ في صوت جنبينا واخد بالك؟ تيجي ناخد الروح ولا بتفتح بعد شويه؟ طب انا نقتل الايه؟ طب يلا نقتل شيل. يلا جامد. في اتنين بقى. انا كنت اخويا زعيم. تعالى تعالى يا خربت. استنى هشتمك. طيب اعمل اي حاجه اي نوش في الموضوع. الواد ده طلع. ها الواد ده طلع. لو هيلت روح ابو نيد. نيد هنا نيد هنا نيد هنا. خلي بالك من التاني. بس جامد تاني شمالك جاي من هنا. خدت ثلاث طلقات يوم. جامد جامد جبت اللعيب. يلا يلا ممكن لا يلا هلا بقى ناخد الراحه لسه شويه. ماشي انتوا لو كتير. جامد يا مني يا ابني. يا لو انتوا كتير. بس هننزل بقى دلوقتي بالروح بقى اهي. يلا بينا ناخدها ونتكل على الله. دي شغل يا ابني شغل يا ابني. ودي يلا. اتمنى روح هديه يا صديقي. ايوه ايوه. يا فين انت يا بتصنع المعجزات ولا ايه؟ نزل لك قوم دلوقتي يا مأمون. شو نزل لك ايه؟ رضا بس انا نفت مرجع هعوضك براحتك كده. هات البتاع اللي بترقص. يلا يلا نتكل على الله يا عم. ردت تعالى بور. في دروب. يلا بينا. في فلير انضرب. فلير مصور صورة بمطويتش. ينفع تمسك السلاح كده؟ شوف كده جرب بس كده. لو عملنا السرعة دي كده هنطلع فوق. ده. يا بنتي برد. لا خلينا ننزل تاني. لا خلاص كمل كده كمل كمل كمل. اه في المدينة في المدينة في الناس. ودينا هناك. نزل هنا 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 يا عم. انزلي تنزل ازاي؟ ايوه كده. لا ما هو ليه ليه سلايرات وك اتنين. ها يمكن اكتر كمان. بوم شيل البوتيل على شمالي ده. تعال البرد اهو كده. خلي تسرق. بقول لك خلينا اقصى اليمين احلى. تعالى ماما. ايوه كده. انت رامي نيد ولا ايه؟
ليه ليه يا ما ما رحت له البارد قوي ما تموتش ها قريب منك قريب منك ما تموتش معادي بقصة ما تفاتوش كلوس خالص جبته عمل له ايه طبعا عمال يبوش عليا وانا مش قادر اقتله بيقول لك على كيس اهو واحد بس واحد بس انا دل فنش نزل والله ما رضى اقتله بس افتح له بس اقول له بس اقول له بلا استاهل هو يستاهل والله ابن حلال وخد الدي بي اس بقى على الجروزه كده الدي بي اس بنت لذينه هلعب ام 4 اهو عشان ديك الروح بتاعتي معكش بتاع البتيره ما بنشوفها كده في الشنطه كده نمشي ولا نمشي بالموتوسيكل ما بيسوقش عندي برضه في مش عارف ما تسوق انت مامون طيب معاك طلق يو ام بي في بوت قدامك اهو شيل ما ينفعش انزل دول على السطح نط انزل بقى انزل لسه ما نزلتش على الصوت بتحاول تجيب تعالى سيبونا راكب بيتكلموا لا ده بيقولوا حاول ده استنى اديهم حاجه تبقى اصلا كده عشان زعيم على اللوب يا زعيم معايا سماعه يا اسطى فنش يا ابن اللعيبه انا عايز اموت يلا اسطوره انت ايه انت كده هتموت عايز اموت عشان الحقك يا ابن انت عملت ايه انت عملت ايه والله والله مش هستموت لا والله نزلت انا اموت واحد تاني قطع خلف ارمي مني تعال انزل عندي هدي يا ابنك ايه يا جدعان انتوا بتلعبوا على امه ليه ايه ده كلنا قلنا ننزل المدينه الثانيه علشان ننزل مع 10 12 ننزل مع ماشي بس هنا تبقى فرقه بقى ننزل بقى في الحته دي سيب اليوم بي سيبولك كار يعني كار اللعبه هو انت بتلعب بس شيء دفاع فنش موت يو خطه الايتين يا حوالي ارفع ما تكون طوع واحد عندي طيب عشان معايا سنايبر بقى يا مامون سامعني؟ سامعك انت فصل وجه خبط اللي جوه روح خبط خبط هيجري ولا هم اثنين ولا ايه؟ مش عارف اللي جوه خبط بقول لك اثنين يا مامون مفيش يا ابن اللعيب ارجع مش مهم معايا فريسه في صندوق ياخدها زنقني يا اسطى انا عمال اهرب فنش بس الكلات اللي انت بتجيبها اهم حاجه انا هحاول اعيش حد انا نزلت على رفاعي يا اسطى ده مستنيني ورا شوت والله يا رفاعي يا ريتنا ما قتلنا رفاعي يا هل يسطا بتكمبر احنا لازم نكمبر يا مامون لازم نلعب ببرود يسطا لازم خلي بالك رفاعي هنا ايوه رفاعي هنا يلا خلي بالك انا مت هنا بالظبط ايوه نزلت زيك بالظبط كده بس في البيت اللي ورا يا ابن اللعيبه فنش جيم نينجا يو يا اسطى انا حاسس ان انا بقيت يالا جامد قوي ليه كده انت عايز خلصنا تصوير والله من زمان اتدمشت ازاي انا بقى هات يا اسطى لامبورجيني بعد مش هركب البغل انا انت خلص التصوير وايه يا اسطى ده انت رايح فين ايه يا مامون البتاع فصل انت ايه يا ابني الو ايه ده انا خدت بانيا دفعه إيه؟ وربنا جالي رزق يا زعيم ايه ما انا خدت بان ده زعيم هيتصدم طب شوفوا بان قد ايه طيب ده احنا كحيانين هات يا اسطى افتح الاكونت يا اسطى الفكره ان المؤمن عمره ما بان اصلا دفعه اجيب الالت اف 10 منين يا دفعه يا ابني انا بموت اصلا انا بموت انا ازاي خدت بان
انت بتهزر يا اسطى. انا يعني يا عم غلطان ان انا اديتك كنت. طب اتفرج اتفرج. طيب يا اسطى انت شايف تسعى لحاجه اتفرج اتفرج عملت ايه انا؟ هو يكون زي ما فاكرين ان انا بحسده بص هو ايه يا اسطى ده؟ ايه ده؟ انت رايح فين؟ ايه يا مامون؟ مامون البتاع فصل. انت ايه يا ابني؟ الو ايه ده؟ ايه ده؟ انا خدت بني اهو. ايه؟ وربنا؟ ما تهزرش يا اسطى. يلا نسقع. لازم يا عم تلعب بكون. البس هو خلاص يا عم ما كانتش حصل خير. يا عم استنى. ايه اللي واحد تاني؟ انتوا هتعبانين في دماغكوا يا اسطى. احنا ما بنلعبش بحاجه يا عم احنا كلين. انا غلطان يا عم ان اديتك الاكونت. بس هما بيضحك. هما مبسوط فيه ولا ايه؟ انا مش فاهم. انت مبسوط فيه يلا هما ولا ايه؟ بنعمل مقلب. يلا يا زعيم خد بقى. لا انت شفت وش ولا دفعه؟ كنت سنه. مال الاكونت ما رضاش يفتح عندي. ده سكرين ايه موجود؟ يا بابا تعالى الاكونت. يا بابا تعالى على الموبايل بتاعك اكونت متبدد ليا اصلا. والله العظيم قلبي وجعني. يا جدعان والله دماغ شغاله مش بتنام. لا يا عم فضلك يا عم دماغ شغاله مش بتنام. انا عرفان صارف على الاكونت اكتر من جدعان على نفسي. صارف على الاكونت حرفان اكتر من 2000 دولار. يا باشا فداه كده حسالات ولا انا مين ده انتوا معاه؟ عيني يا زعيم والله العظيم يا جدعان قلبي وجعني الحمد لله. كنت بضحك وهو عمال متعتز جدعان. وجع الاكونت اصعب من وجع الحبيب. والمشكله يا جدعان ان اكونت هو شريك باب جمبايل كمان. يعني حرام حرام جدا. انا لو حصلت معايا من الناس اللي بتحبني والله انا عن نفسي لو حصلت معايا انا مسكه ضرب. فيا جدعان احنا كده وصلنا لاخر فيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك. انا عايز اقول لكم حاجه يا جدعان. ولا 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 كنت هكسر لك قرع اليوتيوب حق الاكونت ده. لا لا انا خفت والله. خفت يا جدعان اتجنن ياخد درع اليوتيوب يكسره ولا حاجه. قلبي وجعني انا كل ايه اللي ده. والله خفت يا من حاجه زي دي. حاسس كده يا اسطى. طيب يا جدعان بجد كده وصلنا اخر الفيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك بتاعك اشتراك في القناه تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. احلى مسا عليكم يا رجاله. اشوفكم في فيديو جديد.